ثلاثة في رحلتنا وهي منطقة مارتل بيش في ولاية نورث كارولاينا. المنطقة ما شاء الله جميلة وحارة وفيها أنشطة وأكتيفيتي حلو للعوائل. شفته صلى الله عليه وسلم الدعاء ما صار ركعتين. طبعا تونا واصلين اول يوم واشنطن قاعدين. جميل واحد ينتقل من صالة إلى صالة ومن محل موقع إلى موقع آخر ويشوف الأمور ذات الجو تبيس على الطالعة تتغير. شوفك يبا تعودت على السكوتر. ايه تعودت عليه خلاص صار يحبني الحين ما يطيحني.